وشيخ حسين بن عبد الوهاب بن عبد الفضل عن كان حسن شيخ محمود الله عمر غرام الله البلاد وتبي كان البلاد ان وقت بيسوى كسيو ما هو البرنامج كان الوهاب كل ما انا عبد الله ارمها السياسه انا ما بغاها الحرمها كان ذلك كجرا وانا بغا ما جعل الله دين ما فرصه ما بك فائده واحنا بك وديه وصراحه البرنامج كان كو عبد الله لا وش قال كاه ملحونها يقولون بس بحبك وقت بالسفرة إلى وقت ده أو يهاي ملحونها ومدة الصماليات يا بدع واحد ما كان ملحونها كبو حياة أنا وشعلاوة هاي بشوف يسوق قبطان سئ تاريخ ده وقصة ملحونها قصة من تي في الكاسل يا برنامج كذا وهذا بقى وغرنا دي رب الله ولد الماشاة كل على تاريخ ده على يرى كوبن وعين أبن أبو بس فلان أبو ما صدق صدق ما صدق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سيدا دكتو إيه وذي قام حسن شيخ محمود اللي يرى عبدين ولاده وقنا عصره وها هاي إنه هاي وجرجوا جاي هاي عبدين وحب أن تكون تونسنا أنا الجرا عن كل شيء مقاله الجرا لقس جول كهيران كون صغار بقول كنت نيشان هاي اللي سو كرسي مركا وعطاي أبغى نعسان تاي وحنا ما مركا بل حسوس تاع الدبو عليه دكتس بعد القرآن كا أرضاك كل اللي جنت فتي ماشى أكويا لي يوم عليك واحد كحسوسته أدي هذا حسوسة دكس القرآن ك مجال الجرالقس يعني القرآن كبرتي دكس يعني ماشى أكويا لهذا وبرتمه مجاله أول من مجال بنيك يروها صح من مجال كبرنا ك عبار لصص أو مجال كبحسن أكويا للبرغاس لكن هذا مجال برتمه هذا أكويا لا صاحبنا اللي أنا سكت دكس لأهين قاربنا وكمل الميد دكان كي يدور كاسي جرا قار كم إذا نحن هاي مقال المقدس شيء عارم كي كان الجوعان ولو أن أحسن أعلم حسوستا معلم في معلم إبراهيم هذا من حسوستا إن كثر سنة ده هنلو أنا من عربي مدها وفوق يمد بيس وتعب ما سنتها من جوا خبر شيء هذا إشكال ما دلوا بتعلم أرضاني وحكوا برهن هسي ما حسوستا إياه ما شو كي يلي إشكال كده إلمنت رجع ارتجال لقسم كسر بنيوي أجرت مقال مقدسان إما ذي مكان بلابي انترميديت كت فصل كشانات دبس قال لي رافين تون أكتوبر ومقال مشكوي هلا هادي هاد ومركز كعانك وبسي أيام أردني أول ريسي وفرصة سكون كان مركز لفري يعني كم إذا ها كده من دبس قال سر فرصة مرة جعانتا أيام كم إذا ما دوني كرنتي مر مركز قال كده حياة هذي ما ده فعلوا عن جعل هرتوح عن تاريخ ذي ما ده كسوشال كان مجانا لكن قرب عن انت المادي كسر بحي السكندري اللي قلني ايا واحد سعودي بوم اما ربطان فرسمالة دولة ايا مركز وحي اسم نسي بروبغان بأد حب بدن تعليت فرسمالة مركز اولي بحب وحي اربابة كوة وفي عن جريد فصل كسديرات كسر بحا انا قلت راح انا قلت راح اوكلية انا مركز عرضي عرضي وفي عن لكن اذا هاي سلاشا ايو نح بقول كيبا يعني وصل بحي دوكسي جريد 8 كي مركا جروب كساس اهي او دوكسيو سلا فرسمه كو غاري دار كاري بان بان يو مخا هاي وجباس اسو ودا لا بلاد دوكسيو فرسمه او دكا بوغدا دا ميلتال جينجر دار دا اساسه دا بدر بدش او دكا ماركس كو بدن لا اي دوكسيو فرسمه دي انجينير كي ادا ساسا دوكسيو فرسمه كو غاري لكن انا هو بي اهم اسكس كان جالا جري واتاي دابا غفوا با مركا وري هاي وحو جعل هنا كو عياره مركز يراد هاك عيار جرت تعلق انت جوان جرى رقص انت الحمر ابن بوحان ادو جعنا دباش حقنا ويبدون كو دبالين جري انت كان بدا ادي انا دبالين جري دبال دباش هو بيان جلا عيارتك او صحتهم جعنا وحي فولي بولك يعني ايدنا برغا هور عيار جري واه طبعا حسنت من الاحوال نلش واغا سدبلان او وحا لو يابا برنامج كان داوانيا ان اي احداث سبب بردك الدرسك لأن يرى المكان هاي الدرس كان نبوا هذا الدولة نمر جرتي بل ساء دبكو سبوح الرماية ساء سكتش على الله ين درس كا ما انت تشوف اي درس كي هو رأس لي عاد بل نواش عاس خوري ارتا ومد ادي اد غوح بغن اي تمتي ده ما اراه او انجليس حد من انجليس او داي سنوي جرتا gold is gold yes وحي هرمر والدهب اهي وحي هرمر والبويش عين نوش هرو أن كسو كرمي نلو الدقن دب عن لهين معيشة دو أنا دب لهين
dadku kalsooni badan iskaalmaysi badan ay jirto oo muxuu ahaay dadku aanan wax dhibka badan hadda jira gurbaa marka laga careeda gurbaa kale la iska seexdokakarsan la wada cuno laisla seexdo dharka la sheergareeyo la kala qaato yani waxaa jirtay waxaa jirtay waalidiinta qaarkood aniga allah maxuus hooyadan xusuustaa mar marka qaarkood markay dhar iigeliso saaxiibadaa la iiga geli jirtay aad iyo aad yani meesha anig maala suwaal shaati la iibila laba shaati isku xir haday amniga xaggiis hadday tahay iyo meelo dadku iskugu xirmaan oo isku yimaadaan oo cayaaro sportsa la abuurayaa kambeynaa jiro barnaamijyadii oo dhallinyarada loo abaabuli jiro ceel jaallaa oo kamid ahaayo horumarinta reer marga ay kamid ahayd oo dhallinyarada isku baranaysa oo laisdhexgelayo oo laisla qariibayo oo laisla shaqaynayo durafahaas oo dhan waxay saacidayaan dadkii hore inay isjeclaadaan marka aad aad soo wanaatay waxaad sii wadatay waxbarashadaaday dhallinyarada iyo bulshada kale eeyo qof noce ah ayay markaa adiga ku arki jiraan dabeecad ahaan iyo dhaqan ahaan ma nin aad u xanaaq badan ma nin maaragtay furfuran ma nin maaragtay firfircoon ma nin quyar socod ah maxaa lagugu fasiri jiray waaga marka saaxiibadooda ay ku fiican tahay in la weydiiyo oo ay kajawaabayaan laakiin adigu nin aad iyo aad u deganaan ahay weligay nolosha intaan ka aaminsanahay intaaaa inta aan dagaalamay ama qof aan gacan su qaadin xusuustahay ma badna aad iyo aad ayay u yar tahay marna ardan soo ahaa marna ardan ku dhex jiray labada macalinaan ahaa markaa dhinacaas mujtamaca aadan ugu dhex jiray marka u maran maayo dad oo tahay inaad soomaaliya mar madaxweyne ka noqoto waxaa saan ku sheegay aniga magiiba arrimaha bulshadan ka shaqayn jiray 1981kii aan jaamacadda ummadda soomaaliyeed ka qalin jibiyey macalinaan noqday ilaa 90kii dowladda ay ka burburaysa macalinaan ahaa burburkii markuu dhacay kadibna dadkii u istaagay bal inay tacliintii soo nooleeyaan haddana ka mid ahaa ilaa aan kaambeelkii doorashada iyo madaxweynenimada aan kasoo gelayay oo aan u istaagay madaxweynenimadana macalinaan ahaa macalinaan ahaada maamula dugsi maamula maxaan ku hormuud jaamacadeed labal kasta un tacliinta ku dhex jiray weligeyba marka taas waxay ibartay inaan dadka bulshadeeda inaan barto horta duruufahooda dhibaatadooda khaasatan 20kii sano ee hadda ugu dambeysa burburka ugu jira dadka soomaaliya waxaa intaa ugu dheereeda oo fursad kale iyadana ii samaysantay waxaan ka mid ahaa hay-ad ka shaqaysa cilmi baarista cilmi baarista weliba arrimaha muxuu koraada siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo dibmiskooda iyo ka shaqaysa ayaan haddana muddo dheer oo 6 sano camal ahaan kasoo shaqeeyey oo aan la soo joogay ma 10 sano ah ayaan kasoo shaqeeyey iyadana hay-addaasi shaqadii aan ka hayay cilmi baaraan ku bilaabay madaxa muxuu ahay qaybta cilmi baarista ku-xigaanka muxuu ahay agaasimaha hay-addaan noqday 10kaas sano waxaan fursad u helay soomaaliya dhan inaan soo maro ood barato oo gobollada soomaaliya oo dhan aan tago intooda badan xataa degmooyinkooda aan tago inaan ka qaab galo dhowr mar dib u heshiisiino beeruhu ay ku samaysayeen gobollo kala duwan ilaa dubar hoos laga soo bilaabo ilaa mudug lagu geeyo si rasmi ah puntland iyo somalilandna si kala duwan ayaa ayagana aan u tegin taas marka waxay aad iyo aad iisii tustay aad iisii bartay muwaadinka soomaaliga caadiga ee meel fog ku nool maaha xamar ku nool kaliya iyo kambalweyne iyo baydhabo iyo kismaayo ku nool kaliya ma laakiin tuulooyinka fogfog dadka ku nool nolosha ay ku jiraan sida ay yihiin iyo waxa ay mudaayeen laakiin aanay haysan anagaa saaxiibadaha dad badan saaxiibada waxaan bilaabay dood ah war maxaa dalkani maxaa laga qaban karaa warban waxbaa isku dayday tacliinta markaan ka shaqaynayay waxay ahayday contribution iyo ka qayb qaado dhibaatada dalkaaga haysato cilmi baarista markaan ku jiray waxay balbaro oo soo saar dadkaaga xaaladooda soomaalida kalena ha ogaato aan fursad maalin ajnabigana ha ogaado sidaas daraadeed publications badan oo amaan anigu qoray ama aan wax ka qoray oo qaarkood caalami a yihiin ayaa jira intaa marka kadib nale waa kusii qanci waayey
إن أنت سكفر أنت مركا ما جالس معها صاحبك وبدو هيك خلاص ديسكش كاس إدارة صدام بهذه أنا طيب قري قار إلى ما أنت عن سأسعى من تاسمك وحنا نبغى نزور روح عن أن قام المركان بالآن أنا بنا عن نتقبل سيفيادين سأل نقوم هذه أو ما بلا نقوم هاي باهي أو جرتان كجوابين دولة يدولة سيد سومالي إلا أركو مال حن وفى الشرف دك حن حن كوربشن كإلا مش كإلا كشقية تغان كو دك الدلاء تغان ساس نصور من عاصة أي مجتمع بحديث من يوصل بحي ما كان نوبا عبار بقلو عن قلو حديث الضبط بقى نصور أركان ور ممكن نوبا في أنايان ماشا دي تغان أما هذا تايكرا سيء اتماد وفعلا ما صنفا ميحوينا مركي أدار شرفك قولي ستي هذين كعالم كنا لقد دعوني oo asoo isatay madaxweynaha lagu yiree habeenka maxaa dareentay maxaa maskaxdaada ku soo dhacay maxaa yaani saaxiibku kula muqdalanka runtii habeenkaasi waxa meesha safarta ku dhamaaday safar dheer oo soo galay aad iyo aad safar kale cusub uu ka bilowday aad iyo aad safar dheer oo soo galay kan doonkii iyo dagaalkii iyo isqaabintii iyo sawiradii oo ay vision committee waxa soo dhawday soo ahaayeen ما مركي ما حول إلى إيري لكن رأي كل بعض إدارة شغل مركي لجارة رنتي وحقيقة سوكر ليسي عبس بلا أدي أدي مركي ورا بتعم بدل مجرى لكن مركي حقيقة مع الآن حق عسى شغل بعض الصعبين يعني وليس بلا يوين والبدن ماشي إلى رب الله ذرنتي والله كاس أو هاي سفر قص أدي أدي سفر كي ورا صعب ما هذا لكن سفر قص ولا جل يوين والكيسها wax badan oo weelka markaa ugu bilowda ana wali way jiraan waa valid wali oo way taagan yihiin yacni weelkaasi wuxuu ugu weeyahay wax aan anaga rabo kow midda labaad waxa dadku iga rajaynayaan ma la imaan karaayo ma xaqiiji karaa mase cabsi iyo weelwal badan oo ala jira dad badan waxay yidhaahdaan maalinkii markaad kuulaysatay anigu mar la soo wariyay ma garan karo laakiin waxaa madaxweyne xasan sheekh markaa uu istijaabanayay laakiin wuxuu rabay xilligan ma ahayn xilligiisa waa wuxuu rabay afarta dambe in u diyaar garoobo oo hadda waa istijaabanaya laakiin tijaabada ku guulaysa arrinka maxaa jira sheekh kaa jirta oo aniga iyo nin saaxiibkay ah oo aan aad u jeclaa saaxiibamaana dhexmarta markaan go'aansaday inaan siyaasadda galo ayda anigu siyaasaddan galaya yaa nin saaxiib ii yimid iguu nin fiicanaa tahay soomaaliyana maanta dadka fiican waa ku yiri waa degdegaysaaye madaxoogaa u kaadisid markaan su-aalaan weydiiy waxaa ihi haddii aad ii sheegto waqtiga ay ku habboon tahay oo aan hadda ahayn maaga sana kalean si sugaa si waqtiga u habboonaa loo gaaro sanad kale laba kale toban kale haddii waqti go-aanad ogtahay uu jiro waa ka aqbalaya saddex sano kale afar sano kabacdi meeshaana la gaaraya xaqiiqaa meeshaasaad ka bilaabi kartaa laakiin haddii aanay waa weydii marka wuxuu dhaha ma garanayo dhaha waqti ay ku habboon tahay dee waqti aan waa inay darayo aan la ogeyn ma sugi kartid mida waa uma fadhiyi kartid waqti inuu imaanayo in kale aan la ogeyn marka gaasmiday ahayd midda kale oo saaxiibkay uu qabay waxay ahayday dagaalada sokeeya marku burburka markuu dhaco ee laga soo baxayo dadka hogaamiyaasha ee ku hormara ee burburkaasi ummadda inay kasoo saaraan u istaaga ee ummadda meel kasoo saaro xukunka iyo macaasigiisa dambe kuma raaxaystaan aadmarka midaasi waktiga aan sidaasaan ujaa midaan waxaa yidhaha anigu haddaaban ku guulaysto inaan sabab u noqdo soomaaliya meeshay joogtahay in wax yar ee hoo uga sakato dhem imaaha inaan sanadan badan oo muxuu ah aan joogo meesha anigoo kuma imaan xoog kuma imaan qora caaradiis hasha codka dadkaana ku imidmarka hore qof caadiyaad ahayd waxaad ku dhex jirtay bulshadaada waad wadaan jirtay bialkaad raacaysay nolosha bulshada iyo dadkaada wax ka ogaan hadda waxaa tahay madaxweynaha ummadda soomaaliyeed waa laba darajo aad u kala fog bal isbarbardhig maxaa iskakaa bedelay dabeecadaadii maxaa iska bedelay dhaqankaagii maxaa iska bedelay saaxiibadaadii iyo noloshii hore iyo nolosha maanta wallaahi wax aad iyo aad u weyn ayaa iskay bedelay aniga horta inta badan labaatan iyo labadii sano burburku dowlad la-aantu iyo dowladihii ku meel gaarka ahay dheeraa magaalada muqdisho ku noola oo aan joogay waladii intaas aan joogay staff ma yeelan
سكيورتي ستاف يوارديي صح انا ما يارن بوغا يقول سكيورتي ستاف ما يارن صح دادكا سامان مراي مقال شمال مار وقح مار بمار كقح دقمون كمقال متشكوية دقم انا نسود دقم وانا كسو مولا لغا تقسان مجر صح مرارك قال جدتك كاحر ما يارن of course ايو عبدالله كل مساحة فدادتك عرسة بوغا يقول حاجة ودباتك عرسة مد اصد ايمان اصد مالك الكبلاب صح فعاصو من هدنا كان سؤال ده سان قبي مكان سياسي ده سؤال قبي يقول رئيسي إيران سكوتي وحيد الشرف هذيات مكا هذا ما هذا اسمه كان من حرقة وما يدمرون بمشي ودوان صفرة وحافظة بمشي ودوان أهدا ومشي ودوان معاك صاحب بس كل قضاء وكل عشرة وفرست نعم هذيات ما أنت معي صح حرة بس و و و وإغتقت حر ما إيمان والله ما رشة سائمان لا ماش وقت لأن بحي ماش أنتمي محاك ولا سعرا عن جانبه يو ابع عن أرقي يبقان كم حر من بقان كان أنا ما بقان سكر هذه ولكن من بدك سكر وشقدي بتاعي وعكب بقان مكر حرام ما بقار بقان كمدة أو برس برابط كإعلان بوسكرين لكن ده إنك هو بقان أو برض ما جاء أما أنا ذكر وحكى أنا لا ما نهلا واش لكن ماشي دي منشر ويكبر انتهى طبعا أنا عبد وكبر الله عبد وكبر انتهى طبعا صاحبنا وصاحبنا وكبير وحيانا عبدا في الحوالي أنا صابر مانا أولا مانا صفر موكو مقرب من القوس كان يأني مكرا بيح صح يعرفتين وعن كان مقام عبا من ملك قاركوب أنا مسارك سنتك مسعوبة في الملعونة قاركوب محبرة إلى مسارك هسوك وقوة سعاش هس مانت ما رمت وقت لا لا هذا يوقت بغر واحد بلا اسكب بدلي أبدا مواشا عبرتين وانا اكسلب مركي هري هذا ولا أنا لما نشي بقف أنا ما كان هذا يروح بدني ها أيوة أنا سبت حلوة تراسة إن شاء الله ها تراسة أيوة نفسي ها لكن مد أنا ومد أيضا المأكلة ما أنا أيوة حنت وكلها وصبر لكن واكل دواء رفضت وانت وهذا ما أنت عبد أنا هذا ما بلا من الناس عربي هادية قفك أكو هذا هو رب ما زمرت سامرت ما قدرت ما سام أنا ذي حكم أنا قفك أكو هذا ما طرف أنت يسوع وقول ما أنا أنت أدرى وقول ما أنت ما هم هذا ما أدري ما بس ما أنت ما ما هو ده ما هو ما هذا ما تعرف ما ليش حافز كذا قرنا تما ذا شغلة قبل الأولى وأربع سكر واحدة حافز هذا حافز عادي ما شغلة سومالي تالو ده مش شغلة عادي ما أفر لا تنك سعدو ما أنت أبو يراه أبو يراه سدير إتوان سعدو ده شقيا إتوان سعدو أنت أبو يراه أم إلى هذا ما أنت أم وعافي عنا ما المعك لنا كبدنا شقيا ما المبرم أو كميت أعماله صعدها في حفيز كي نحن صلاة الصبح عن كنت كذي أبحث له أنا الصبح صبح نسأله إما ذي أفضية مركز سان إتام بحنقوله ترى الله بس عدو ذو يادان ناب أما إن سوق عن صار مقضى هذا مركز الشقة الشقة عادية ما وعلى بس وقت اللي ذن أذو يقولي هاي أنا من هم إلى نحدد أسكم الضيو لكن يقولي بس على هذا كعتار ولا حد ذا إيشو عفوا مالي مقال المركب عادي 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 شغال عن قبطة أنت إذا بدنا لطش أيوة بدنا صح لطش لازم فورمال أو أما برلمان كأما وزير أما ضد لمدة هو إيشوس معينة قضايا ده معينة هو قصة ده كاس إلى مد أبن أو دمينة ده كان أنت إيه مالان أيام أسباب تيجي مالان ما كي ويديا أنا هو عن سؤال ويديو أو أنا شكست أنت ما ويجران ده مركاروتي عبقريون أو كريتيفا أو محاكاة آراء وسبي أفكار بدل حمبارسن ده آراء شعل أدي أدي أبدي هي غريبة لكن ده مهما ذي أيدي بهدا يسمين تبرع وبحيس أدي يا ما هست وحق رحم إيوان نقام سمعت ودين حوا بروبلم إن شاء الله وقارن هذا ده قالنا كان عبد الله على وقت لا غير إيش شكته هذا أنا كير هذا كرسي لما دحوينها هو عرفته والله تفتما هذا تفتن كذا بس وكشوا عتكا إيه جهدي كي كوكر هذا الوالد وبتشوا مالك استن ما دحوين على اللي يراضي وحلاس على كرسي يعني داء يا رحم حلا يا بل ده كأم على هذا الوعاء ما هذا معنى الله ولا كرسي يعني داء اللي رحم مرة وح رحم مرة أيه داء دفر سعر بدن ول
من مرك قاركود عبسي وأنا ما أعرف عبسي إن مرك مين الصومالي ده عدو عبسي يسوع أما أطروس أما أول يوم يسوع وهذا صعب بس شقي مرك قاركود سريت هذا تكتئب هو ذكر إن هذا يا كصومري مرك هو الراحة مره لكن دلع كلام راح أقوله راح أقول كلام مره حواي أشوف من تسكن مرك هو حقارت وحقيقة أقول مرك قلب لا أقول عيسو قصة مالية دي بهاي استعيت كقاعدة مرك ولا عصام مالي مرة وحباك كسوك مرك برينتو راح يسيو لي هذا وحكى ربنا كرسي يعني كرسي دي نشر الوصل راح أدون طمع كرسي يعني قفك إيمانا يا هاي هرتا أما صورة السمية ورعلي بنا إذوري أما قوة دبو إيمان دوانا با وقف أنا إنتان قبل رياضي من الفرصة بك الصومالية أنا با ملايين صومالية هاي جوك تاهي وحبظ النبيل صح صومالي عادي وشل عادي آيان صح لكن هاي مدان بارح فرصة عن هاي بك الصومالية وحي إسيان فرصة أه إيه من الجيل وح أنقرم كسا لكن كو إذا رح قلت سي عمر الله على إيه في بعد فرصة عمر حتى ما بضع أنا أترتم قادي فرصة بعنا هين لكن أنا وحن درامي تبكو إني أباد إيقا الشغلين قادي وأي كم سوال إسيان وفرصة إسيان أن كل من جوب الأبدي أن وح قرن كر إلا وح قبت لكن إنك أباد أعمل الديني أباد كاسي عن أبدي أتكو نتك وكد ذالي بدكو إن أي درامون إذا هن عم مدينة ورد ومشي جوب الله لا لما رمضان عدو عدو شغيسة ولا لبدا أرمان بلا أرمان أد مهم أرمان بلشدة هرمان بلا لما داري كرا دي سياسة دي قصبتها قص سياسة دي حديث سمارت قص سياسة دي حديث وحكوا باقي كرا مرا صح بلكو واسقبتا صوتا عن لبدا هدف اقودن بيسو إنن أركو أنو أن جعلان لها يدكي أن لو ذاقة إيطاي سوماليو ميتا يو سوماليو دقن صح سوماليو دقن مركن إليه ودقنا شأمن دقنش السياسات يدقنش الأقالة سبع ذا سوا سبع وحياة بدو سكو حرم أمر ضمت ككل حين كاريا كاريا سيو حيني هدي من بقية مركا هدي دقنش السياسات أي لا رأي مقالته هاي أرماها بمشاعر أرماها بأقالة هاي وحنا مسعون كران مركا دقنش السياسات كشقات السياسة دوا مهم سياسة دوا معنا أنا راح أتعلمت هاي أنا أرماها بمشاعر دوا أنا ما أستحي أنا كويس ما أنا ما بقف كل ما بكرة شقية ما بقف قف بمعنى ما بقف ولا هاي قف بمعنى مجعل هاي مركا قف بمعنى أنا صار إنه بحكي كلام كلام قف بمعنى شو أنا صار إنه بحكي كلام كلام إنه كشقية أيها أبو وأنت أبو متكسر أبو كذا ما بعنى يا ولي أنت عاد حلك ملح وإن ملح هي سقف تكوي ممكن ملح وأنا بقى قلدمت هاي arkaasi arkaasi sida loo wajahay habaan masakaad basha waa dad saas iyo waa badiil in badan ka badan waa badiil runtii ani badiil dadka oo criticismka iyo waxa ay ka yeeshaan marka constructive yahay ama waa kuma xisaysa laakiin marka aanu constructive ayuu criticism ilaashan oo criticism xun u yahay oo waxba saan hata anigu awnaada u leeyahay inaan dadka dhacdaan waxa arintaas qof uu ku yiraahdo ama siyaasada ama qof caadi ah ku amaqa waa dad Soomaaliyeed arintaas sida ay ku habboontahay taas oo ku qaldantaa madaxweyn aad iyo aad wadna ka hadlash ku saxda uu ka hadlo dabadeed anta ma la ka warnaad ugu jacaysaa hadda cuntada cuntada tradition ka Soomaalida Soomaalida dadna waa tan bisi basti aan jaraa wana iyo aan dhara la ka hadlo madaxweyn aad tahay inta si ma gudax jira ka wax aad tahay wala ah bisi Soomaalida aan wada aan jaraa iyo basti bisi ku dhaxay ku jira waa taay Soomaanta iyo ciyaaraha saas ku teena aad iyo aad u jeclaa aanu ma ciyaaro suwaan nimiyo gaar ma tiriyo laakiin aad iyo aad u jeclaa faadiga kubadda iyo ciyaarahaas dhinacaas oo tan ku sheegay sports club waxa labada shay u jeclaa dabaasha iyo kubadda maxay waxay once volleyball ka marana ciyaaraha dad TV gana fursada aad u jeclaa dabaasha sports ka aad u jeclaa dadka ku dagan adabta ma aha laakiin ma fursad yarasho ka hor inaan fursad la jeclaa maxaa ugu jecelahay inaan maqasho ama lagu soo sheego waxaad ugu jecelahay inaan maqasho waxyaabaha ugu jecelahay inaan maqlo waxay tahay dad Soomaaliyeed oo aad ka dhaxaysay heshiin waxyaabaha ugu jecelahay waxa kamid ah
dagaal meel ka socday istaagay waxaan ugu jecelahay waxa kamid dad soomaaliyeeda inta isku yimiday dalkan sidee hore loogu mariyaa taladooda ku dhaqaaqay waxyaabahan ugu jecelahay waxay tahay inaan arko wiil soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed oo waxbartay ama waxbartay oo doonaya dalkiisii inuu wax ku waxeeyo aqoonta iyo technologyga iyo waxa dalkan u baahan yahay ayaan aan ku iibsanna malahe aqoontaas ma soo iibsan karo aqoontaasna dad badan soomaaliyeed ku jirta kuwaada inta soo haliyo ka soo tagay ee yimadan in ay maxaan ku yihahdaa dalkii wax u qabtaan raba jaamacadda macalinka noqday iskoolka macalinka noqday ee kliinikada dhakhtarka noqday ee maxaan ku yihahdaa wax u qaban karo nabaray ee ganacsiga furay ee supermarketka sameeyey ee hoteelka sameeyey ee waa kuwa aan dadka ugu jecelahayn waa kuwaas ayaan kastoo ay soomaaliya joogaan waa tahay aniga iyo inta ku daawaysa ee soomaalida ah ee ay ka go-an tahay dalkooda inuu horumaro maxaad ku hanaanaysaa oad jeceshahay muddada aad noo tahay madaxweynaha soomaaliya inaad qabato ood ku guulaysato si taariikhda lagugu cuso mushkiladda soomaaliya ee muddada dheer ee soo jirtaahi horta aniga teeranka afarta sano ah oo hadda sanad uu ka baxay kuma dhammaanayso sa laguna dhammayn karo laakiin waxa aan aada ugu haminayaa oo jecelahay waxay tahay aasaaskii xalka inaan dhulka dhigno ama aan dhaho meelihii nabadda ama dowladnimada maanta inaan dhulka ku beerro berrisi ay usoo baxa aasaaskaas oo aan ku tilmaamay lixda tiir oo siyaasadda ah oo dowladdu maanta ay leedahay ka dhex muuqdo aasaaskaas oo aan ku tilmaamay dowladda ee hadda qabato oo aan u aragna inay yihiin wax kaa ma aha laakiin rukumadii aasaaska wax ku dulbisi lahaayeen wixii la dhisi lahaa way dambeeyaan dadka dambaa laga yaabaa inay waqti badan u helaan dhisaan laakiin sagxad meel caadi inaan laga bilaabina meel asaaga tagto abuuraan yihiin dhinaca amniga dhinaca dowlad wanaagga dhinaca maamulka hantida dadka uu leeyahay oo dowlad wanaagga ka mid a dhinaca maxaan ku ihahdaa qawaaniinta iyo sharciga iyo xeyndaabka sharciga dhisanu constitutionka ugu horeeya oo shuruucda hadda la jaanqaadi kartaa ay ka mid yihiino waxaasoo yaallo oo aan garanayno maanta siyaasad ahaan berisaan u dhaqaaqayna constitutionka muxuunu leeyahay sharcigii maxaan ku ihahdaa xisbiyada ma qabnaa xisbiya ma furan karnaa sharcigii doorashooyinka ma qabnaa nooca doorashooyinka aan rabno ma garanaynaa soomaaliya meeshaa soo gaartay oo isdooranayso oo sharciyo iyo maxaan ku ihahdaa xisbiyo leh sharciyo ay ku dhex shaqeeyaan ku tartamayso oo barnaamij iyo horumar dowladnimo laga hadlaayo aan laga hadlayo atalahayn aad iyo aad laga hadlayo aniga ajendahana ma ajendaas waa wakti dheer iyo fogaansho laakiin bilaabeedi inaad ka tagayso jeclaha haddii aan layidhaha soomaaliyana ay degan tahay nabad tahay oo ay maxaa dadku ay exercise garan karaan ama ay samayn karaan ficil ahaan ugu dhaqaaqi karaan xuquuqdooda aasaasiga aho in la doortay inay wax doortaan ay isugu jirto madaxweynaha waxaan soo wartaa wareysiga aan kula yeeshay oo gaar ahaan tv karsan kula yeeshay caabaanta tv karsan waa tvda soomaaliya kamid yahay mediaha mediaha saxaafadda soomaaliya guud ahaan iyo saxaafadda guud ahaanteedba waxaa la yihahdaa waa dhagaha iyo indhaha ummadda marka karsan telefishinada uu kamid yahay indhaha iyo dhagaha dalka uu kamid yahay muuqaalkiisa iyo muxuu ahaa aad iyo aad u fiican yihiin waxaan ku waanin lahaa oo keliya dhagaha dadkana wax fiican inay maqashiyaan indhahana wax inay tusaan waa tahay taashaa lagu jira wixii hore soo dhacay ma ka hadlan hadda ka bacday in wadada loo socday taastanaana ugu dambeysay midaada tusaale ee madaxweynenimad ummadda uga jeedan lahayd karsan tv adoo noogu soo xiraya barnaamijka aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan doonayaa dadka soomaaliyeed ee idaawanaya dhammaantood waxaan leeyahay waayo aragnimadii aan soo dhaafnay laba iyo labaatankii sano iyo xilligii dowladnimadu ay naga sii burburaysay sanadihii ugu dambeeyey markaan isku geysanno dhallinyaradeenna aan waayo aragnimadaas lahaynna inta anigu aan ka mid ah waayo aragnimada sooleeda usoo taagneeni ay wax u sheegaan dadka soomaalida inay u istaagaan dowlad soomaaliyeed inay hana qaado dowlad soomaaliyeed inay hana qaado xanuunka iyo dhibka iyo karaamo jabka aan dareemaynaahay midda aan kaga bixi karno oo keliya waa dowlad soomaaliyeed oo shaqaynayso mar walba waan dhahaa dowladdaasi qiimihii leedahay loo huro
قيمة أب وقالي أهل هذا اللغر أو أه يعني وحبدا أو أدفت جعلان لو تكون راح يسأل إنا كتكت هادي هاد أتكت نزوش هادي هاد طول كاري كبتار بحلا الله وحبا ما بيد إنا أبدلنا دول كاري إنا بلغن مرارة بحلا الله وحبا وواحد كلية عدد كتاب وادو مدنم صح هل كم مليون قحوتي بعد ذلك الدرس كجوا كل ضرب تبيه المهلة لقاتي صح كل محنك وراد أي ظروفاء قرن أوجد أي أصابتي سومالي لما دي يوناجي إذا كبحان صح قاركو دين تود أي كتغان صح قارب أبنك أي كتغان وحاصو بم محمد كانوا مارا وادو مدنم الآن صح دولة سومالي وحب بنشغس هل متكلم كدر وحتى دولة داس نوع هذا برامة برامة وياهم وحصل على عبس بدن الله قبل دولة بحاء وحب بدن دولة بحاء بدن ده كان أباهية صح لكن حب أي أباهية لا معنية هذه هذا دولة بحاء أم بشفة بدها أو معلك يو أسكن البوليس كا يو كالكارية عفمات مقدشك أنا بدرس هنا ومقدشك الدرس ما هو بدرس هاي تاريخ ما دولة الصومالية هلا كنتها ما كان وجود تمن المانس صح لكن دولة دك سكوهاي كرت دك سكوهاي كرت صح دك إنه كلا بربر أو كلا تك تك سيا هو ما يرك الجر جناهي مع نص المالي مع نكو يا رميس صح دك وح يكوه من يان أو آه باور كدولة دولة إيه وحكم عليهم أو باور كدولة لما را حرمت على عاصمة دولة محرع إن رقعة ودك الناجي لكن تسمع من هذا عاصمة أنت لا قاعدو دولة جبريتك أما ما من جبريتك إنه هذانا عاصمة كلا بحق وكلاس يا كلا باورك وأن دتك جارة ودتك الصومالية أركان إني أب كلية دولة دولة سساس ما هلا لكن وإن جرت دولة ما مشوا حاس أو حق من جس إني الآن إسكنا بإكران إسكنا بإكران إسكنا بعلم كرتو دولة إني حق فت 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 كسوة مرادان وإجران إسكنا بإكرتو وعلى إلا الصومالية أباها ما أنت الصومالية وحدتك الصومالية ضمن كتب حياة ونظام أي شيء سكون يهين كل من ذي وبدك بدهم كل أي كوكا سيرين أنا كم بيوم حكى جل دولة فدرالكا دولة فدرالكا أنت على أيد الدعم كورة كورة أنت على الدعم أيادك أنت سكوت تغير على وشي وحنا وشي وحاس وشي وحكت في عمل ما وشي كرام جران وصلت بس أشياء سئل تاني أنت 4.5 إن الله تدل من دمر الموقع بصدق حلا كل البركة لا لغب الله مصا وحكت في عمل بسكر من جران مدين وجرك را لكن ما أنت تسعى من شيء في دولة كل سنة رأك السوشيال ماري أبو كتر وكلها قارك سؤال قال إن مرا قارك كل دولة كلام وأنا لغب بصدق سأنا أبيع من بعض الأمور 4.5 كواب باب إني أو حنكب إني شن صح. لأن أرنتو شرق ما هين السهم لا يحيد صح وما أكيد دمت ما كان استعمل إذا بعت ما كان جت إنه بدي وما يسوي بدي أنا ما كان من ذا الحن أرمي مثل حدا بدك سومالي مس يقبل إيه ما جئيس ما كان لهاي ظروفا كي ظروف إن أوقف قصة سومالي أه وسياسة كتاب قال أسمع الحين سكر وتالية وأنا هوس أرق مرين وأنا أم حواي إن لك أنا بدك أي مرة كونسبت أنا فكر كمواطن مرة مواطن كحمراء وعدت سمن شرق السمن حوار السمن مواجهات السمن مركب منه مساطع منه كاميرا تاعي وحي حلا وحندرام من إنه وانا كجدم مركب بكر الصومالية وحن لا هاي راك أول تكبنت راضي هاي ذي من أرض كرام من آيات كرام الله أرتي الله أرتي بكر الصومالية لما أنت وحن لا هاي إلى يا ترى سارتان والله بالمدن والله دعوة دعوة بدهم بدهم مشكي دارك ها يعني قم بعد دفعه الحصوص تقفك ومرتم وقوع ها تدبات كامل حيانا الجمهورية بفضل على الكاي سوماري المدن حصة الشيخ محمد انت يا كسو القابون يا دب انت انا وكنا بدهم برنا مشكرا وكلا تعالى عربا عبد القادر دورا وعيد الله نبدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته